مرة صارت لي مشكلة في قمرت اللي هي في رمبوع الفلوكة. أنا أول ما جيت لي تونس سكنت في أوتيل قرطاج تلاسو، وأنا مروحة وقفني الشرطي على اليمين وقعد يجي معاي قال لي وين باسبورك؟ قلت له باسبوري في السفارة وأنا جاية بنقدم على تأشيرة. قال لي كيف في السفارة؟ عطيتها الأوراق ما يثبت إنه في السفارة. قال لي لا أنا هادو الأوراق ما نبيهمش، يا أفرحي بيا يا ما خليكش تعدي يعني تمشي. قلت له كيف أنا نسكن هنا في الأوتيل وهذا رقم الغرفة وكذا، اتصل بالأوتيل واسأل. خلاني واقفة جيت ربع ساعة هيك، بعدين قال لي أوكي أوكي تفضلي يعني بري، يعني في حال كنت أنا ما عطيتهاش كان حيوصل معي، ولو كنت حندوي معاه ولا كذا بيقول هي يعني يقول لي أنت طولتي لسانك عليا وكذا وبنرفعك للمركز، يعني يبدو هم يتمادوا علينا مش إحنا، ويجي يتبلى عليا يقول لي أنت اللي تماديتي، يعني بالحق شيء هو تقعد مستغرب منه.